الوضع النظارة يا زلمة، يبقى الوضع النظارة يا زلمة. ربنا يرحمهم إن شاء الله كده. احنا هنا في مدينه هسنة من عاداتنا وتقاليدنا ايام العيد بنعمل ايه؟ اول حاجه بنروح نصلي العيد، بعد ما بنصلي العيد بناخد الاسره ونطلع على المقابر. ليه؟ على اساس نزور الاموات بتوعنا. ومن عاده الستات بتاعنا الكبيره يعني في السن بتعمل حاجات كده بتاخدها معاها زي الفواكه البرتقال والجوافه زي الملتوت زي العيش زي الترمس والفول السوداني، فكل ده بياخدوه تراحهم على الميت بتاعهم. بس بروح هناك وطبعا اول حاجه بيعملوها بيقروا القران الكريم، وبعد كده بيوزعوا الحاجات دي تراحهم على الميت. دي عاداتنا في مدينه اسمها. عندنا لازم ناجي هنا نزور المقابر كل اعياد مناسبات ناجي لنا المقابر، وده بعيد عندنا ولازم ناجي نزور المقابر.